معنا من باكو عضو البرلمان الأذربيجاني جيحون ماميديوف، أهلا بك أستاذ جيحون. نسأل بداية، لمصلحة من هذا التصعيد الجديد مؤخرا على الحدود بين أرمينيا وأذربيجان؟ مرحبا، أنا أظن أن الآن هذا الحرب واندلاع الحرب وأيضا الاشتباكات في الحدود ليست لمصلحة أرمينيا ولا لمصلحة أذربيجان. نحن منذ مدة نحاول، وكما تعرفون أن روسيا لها وساطة في حل هذا النقاش، وأذربيجان دائما تسعى للسلم وللصلح، ونحن منذ مدة عندنا مفاوضات مع أرمينيا، وكان اللقاء في موسكو وأيضا في بروكسل، ولكن البارحة بدأت أرمينيا تشن على المواقع الأذربيجانية، وطبعا هذا ليس البارحة، منذ عدة أيام في الحدود مع أرمينيا وأذربيجان اشتباكات، وخاصة أرمينيا دائما تشن على الجيش الأذربيجاني، وبالبارحة أيضا صارت هناك اشتباكات مرة أخرى، وطبعا من الطرفين هناك الشهداء والقتلى، وطبعا مثل ما قلت هذه الاشتباكات ليس نعم. لمصلحة أرمينيا ولا لأذربيجان. طيب هنا أهمية الوسطات أستاذ جيحون. تركيا أدلت بموقف بخصوص ما جرى، إيران أيضا، وحتى باريس قصر الإليزي عبر عن هذا البيان من قبل الرئيس إيمانويل ماكرون، ولكن أريد أن أتحدث عن الدور الروسي هنا. ما مدى أهمية دور موسكو في تهدئة الأمور بين باكو ويريفان؟ كما تعرفون هناك كانت اتفاقية في عام 2020 في شهر نوفمبر في تاريخ 9 و10، وهناك اتفاقية مبرمة بين أذربيجان وأرمينيا بوساطة روسيا، وهناك أخذت الأطراف عليها التزامات وهناك شروط مبينة، وطبعا أذربيجان تتعاون وأيضا تقدر دعم روسيا والدول الأخرى التي تسعى لحل هذا النقاش، وطبعا هنا دور روسيا دائما من قبل رئيس أذربيجان يقدر، ونحن مع روسيا وأرمينيا نحاول أن نصل إلى حل نهائي، ولكن طبعا هذا الأمر يتعلق أيضا ليس فقط في أذربيجان، أيضا أرمينيا، ومثل كما تعرفون أيضا روسيا والإيران والدول الأخرى قاموا بتصريحات وبيانات، وطبعا هنا نحن الآن دائما مع اتصال مع روسيا والدول الأخرى. لذلك يمكن أن نقول بأن باكو فعلا مستعدة أستاذ جيحون لتقديم تنازلات ربما معينة أو لتطبيق خطوات واضحة لتهدئة الأجواء على الحدود مع أرمينيا؟ طبعا نحن دائما قلنا نحن جاهزون للمفاوضات وللمناقشات، ومن هذا لازم أن يجلس الطرفان على الطاولة من أجل المفاوضات، يعني لازم نحن يكون بيننا لقاءات ونناقش، وأيضا يكون بيننا حوار، ونصل إلى مثل ما قلت حل نهائي، ومن أجل هذا ليس لمصلحتنا ولا لمصلحة أرمينيا أن تكون هناك حرب أو اتهامات متبادلة، وطبعا نحن جاهزون، يعني مثل ما قلت هناك اتفاقية بين أذربيجان وأرمينيا بوساطة روسيا، وهناك الأمور كلها مكتوبة، نحن نطلب من أرمينيا أن تعمل بهذه الشروط. شكرا جزيلا لك من باكو عضو البرلمان الأذري جيحون ماميدوف على هذه المداخلة.